النرجسي والعنف الجنسي أخطر فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم هي ممنوعة على أقل من 18 سنة. إذا كنت قاصرا أو كنت قاصرة، أخرج الآن من هذا الفيديو. خلاصة هذه الاستشارة التي تلقيتها هي: كوتش نعمان، شريكي النرجسي يحرمني من الجنس، كما تعلم هو يعاقبني بالحرمان، ولكن عندما يمارس معي فهو يعنفني، يجعلني أتعذب. لا أستطيع أن أصف لك هذه المشاهد، ولكنه تعذيب حرفي. كوتش نعمان، تحدث عن هذا الموضوع. هل أنا الوحيدة التي أعاني أم هناك ضحايا أخريات؟ أختي العزيزة، لست أنت فقط من يعاني من هذا المشكل. العديد من ضحايا النرجسيين والسيكوباتيين يعانين من العنف السادية الجنسية للنرجسي الخبيث. حذاري من هذه الفضفضة، لأنني سوف أكشف عن أسرار خطيرة جدا. أؤكد أن هذا المحتوى هو ممنوع على الجمهور الناشئ. إذن اربطوا الأحزمة واستعدوا للمفاجآت. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارض البشرية الخبيثة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الصادمة من فضفضة مع نعمان. قبل البدء، أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. كما ذكرنا في فيديوهات سابقة، الجنس بالنسبة للنرجسي هو مركز الكون. ركزوا على هذه الفكرة، هو يستعمل الجنس والمال لكي يتحكم، لكي يبسط سيطرته. وهذه العقدة، عقدة الجنس، قد جاءته منذ الطفولة كجميع عقده الأخرى. تذكروا أن مصدر اضطراب الشخصية النرجسية هي الطفولة. هنا لن أدخل في التفاصيل صدماته التي تعرض لها في الطفولة حتى أصبح بهذا الشكل. هنا سوف أركز على العنف الجنسي لدى النرجسي. النرجسي هو يستعمل الجنس لإخضاع شريكته، للانتقام منها، لمعاقبتها، للتحكم فيها، وأيضا يستعمل هذه الحركة الخبيثة التي هي الحرمان من العلاقة لكي يعذبها. هنا نحن لن نتحدث عن الحرمان الجنسي، لأن جميع النرجسيين فهم يلجؤون للحرمان الجنسي للضحايا. هنا سوف نتحدث عن السادية الجنسية، تلك الممارسات الشاذة المنحرفة العنيفة التي يلجأ إليها النرجسي في العديد من الأحيان، خصوصا بعد فترة حرمان طويلة. فهو عندما يعود فهو يلجأ لهذه التصرفات، لهذه الممارسات التعذيبية. نعم، هو يعذبك عمدا، وأريدك أن تنتبهي جيدا، لأنك الآن سوف تعرفين لماذا يفعلها. هنا سوف أفتح قوسا، أريد أن أؤكد على أن النرجسي بطبعه هو عاجز جنسي. أولا، لأنه بارد من الداخل، غير قادر على التعبير عن مشاعره، ولهذا فأنت تمارسين العلاقة الزوجية مع آلة معروضة. وأيضا لأنه يعاني من الاكتئاب، من الأرق ومن الوسواس، وهذه مشاكل نفسية تسبب العجز الجنسي. هنا سوف أقفل هذا القوس، لأنني أؤكد على أن هذا العنف الذي يمارسه النرجسي، ولو أنه ضعيف جنسي، فهو بطبيعة الحال يستمده
من المنشطات من العقاقير التي يستعين بها لكي تكبر وتتقوى فحولته التي هي منعدمة بطبيعة الحال. النرجسي لن يكون أبدا فحلا لأنه كائن ضعيف نفسيا جسديا وأيضا جنسيا. هنا سوف تسألينني: كوتش نعمان، ولماذا النرجسي يمارس العنف علي؟ لماذا يعذبني؟ ألا يحتاج هو أيضا للعلاقة الجنسية العادية الطبيعية مثلنا؟ جوابي يا أختي العزيزة سوف يكون صادما. النرجسي هو غير قادر على الاستمتاع بالعلاقة الطبيعية مثلنا. لا، هو شاذ منحرف حتى في العلاقة الجنسية. هو يستعمل هذا العنف عندما يمارس عليك بشتى الطرق العنيفة الشاذة المنحرفة. أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، كل ضحية فهي تعرف عن ماذا أتحدث. هو يفعل هذا لكي يعاقبك. لماذا؟ لأنه يعرف أنك كنت محتاجة للعلاقة الجنسية بعد الحرمان، وهو بطبيعة الحال يريد أن يبرز لك بأنه لا زال مسيطرا عليك، لأنه عندما يكون عنيفا فهذا عنوان للسيطرة، عنوان للتحكم، بأنه أفضل منك، بأنك في درجة ثانية وهو في الدرجة الأولى. ركزي على هذه الفكرة، هكذا يشتغل عقل هذا المنحرف. وأيضا هو ينتقم منك يا أختي العزيزة لأنه يريد أن يسبب لك صدمة. أنت عندما تدخلين في العلاقة الجنسية فأنت تبحثين عن تلك اللذة الحلال الطبيعية الغريزية التي نبحث عنها كلنا نحن البشر، ولهذا فالنرجسي يستغل هذه الغريزة حتى يضربك بها. هنا بطبيعة الحال الصدمات لن تنتهي، لأنني سوف أكشف عن سر خطير للنرجسي لماذا يستعمل العنف. النرجسي عندما يحرمك من العلاقة وينتظر منك ردات فعل بأن تتوسلي إليه، بأن تأتي إليه راكعة، ولكن بما أنك تعرفين تلاعباته فأنت قد تجاهلتيه، عاقبتيه بالصمت وحرمتيه أيضا من العلاقة. وهنا سوف يجن جنونه، هو لن يتقبل هذا لأنه حرمك من العلاقة حتى يخضعك. ركزي على هذه الفكرة. وبما أنك لم تعودي قادرة على تحمل هذه المعاناة، أصبحت تتجاهلينه، أصبح الجنس لا يهمك. للأسف هذه الحقيقة، لأن العديد من الضحايا أصبحنا مصابات بالبرود الجنسي نتيجة الحرمان من العلاقة، فهو بطبيعة الحال لن يتقبل هذا، وسوف يطلب منك العلاقة، وسوف يمارس بعنف، سوف يعذبك، سوف يجعلك ترين هذه العلاقة كجحيم، كمسلسل تعذيب لا ينتهي. والعديد من الضحايا قد وصل بهن الأمر إلى أن ذهبنا للمستعجلات بعد العلاقة. وهنا يأتي الخطر، ألا وهو التعود. حذاري يا أختي العزيزة من أن تتعودي على هذه العلاقة. لماذا؟ لأن هذا ما يبحث عنه النرجسي، يريد أن يخضعك بشتى الطرق خصوصا من الناحية الجنسية. وهناك العديد من الضحايا قد اعتدنا على هذا الوضع ورضينا بعلاقات منحرفة عنيفة شاذة إلى آخره. وفي النهاية فالنرجسي بطبيعة الحال سوف يرميك بدون شفقة ولا رحمة، وسوف يعايرك بأنك عاهرة، بأنك ترضين على نفسك علاقات محرمة. في النهاية ستكونين أنت المسؤولة، سوف يلقي عليك اللوم يا أختي العزيزة. وأعتقد أن هذه حالة العديد منكن اللواتي قد عانين من هذا الأمر، أليس كذلك؟ أخبريني في خانة التعليق. النرجسي يمارس بوحشية، بسادية، بعنف، لأنه لا يعترف بالحنان، بالحب، هو يعرف فقط العنف.
هو فقط يحس بالكرة، وهذا الكرة فهو يترجمه في علاقاته الجنسية. أؤكد على أن النرجسي فهو يستعين بمنشطات، بعقاقير، حتى يستطيع أن يمارس بقوة، بعنف، وحتى يجعل هذه العلاقه بالنسبه لك تعذيب، جحيم. اختي العزيزه، في نهايه هذه الفضفضه اريد ان اقول لك: حذاري من التعود على العلاقات المنحرفه العنيفه من طرف النرجسي، لانها الطريق الى الهلاك. سوف تهلكين كما هلكت العديد من الضحايا من قبلك، لأنهن راضين بالخنوع، بالخضوع، لأنهن يعتقدن بأن هذا يدخل أيضا في تعاطي الزوج. لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. إذن عليك أن تعرفي وأن تقتنعي بأن هذه العلاقات العنيفة إنما هي وسيلة لكي ينتقم منك، وسيلة لكي يدمرك نهائيا، وسيلة لكي يقتل الأنوثة فيك. فلا ترضي لنفسك هذه الممارسات، وإلا فلن تكون لديك فرصة ثانية لكي ترفعي رأسك. إذا أعجبكم هذا الفيديو، هذه الفضفضة الصادمة، المرجوة لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف أيضا. هناك رابط واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة، حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر كالعادة، سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل عانيت أو ما زلت تعانين من العنف الجنسي لشريكك النرجسي؟ أجيبيني الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين، السيكوباطيين، والقوارض البشرية الخبيثة. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. وكالعادة أحبائي، كون سعداء.